ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في ستيفلر رياكشن على هوم سينما. رجعنا فيديو جديد وحلقه جديده، والتريلر اللي احنا هنعمله رياكشن النهارده هو الجزء الثاني لفيلم جلاديتر. قبل ما نبدا حلقتنا طبعا انتوا تكونوا عاملين سبسكرايب للشانل بتاعتنا، ده يا جماعه بيساعدنا جدا، وما تنسوش اللايك والشير للحلقه، ويلا بينا نبدا. الجزء الثاني لفيلم جلاديتر وهو اتس ا سيكوال، وهينزل السنه دي في نوفمبر 2024، وهو الجزء الثاني بتاع فيلم جلاديتر بتاع سنه 2000 بتاع راسل كرو. التريلر الاولاني لما نزل انا صراحه ما عملتوش تريلر رياكشن، وصراحه ما اديتهوش اي اهتمام، لان انا اصلا ما كنتش حابب ان انا اتفرج على الفيلم ده ولا حتى امنشن، لان انا من محبين جدا 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 فيلم جلاديتر بتاع راسل كرو بتاع سنه 2000، ويعتبر واحد من افلامي المفضله على الاطلاق. يعني ممكن يتحط مثلا في الكاتيجوري بتاع افضل 10 افلام في حياتي، ممكن جلاديتر الجزء الاولاني يبقى منهم. فكونهم ان هم يعملوا جزء تاني منه، يعني ده انا شايف من وجهة نظري انه انا شايف ان هو اتس ا ديسكريس زي ما بيقولوا، او حاسس ان هو الموضوع عيب، يعني زي ما بتقول كده، يعني المفروض ان هو عيب، يعني عيب ان انت تجيب فيلم زي ده وتعمله جزء تاني. يعني من قلة الافلام اللي انت عاملها يا عم ريدلي سكوت، جيب لي جلاديتر وتعمله جزء تاني بعد 24 سنة، يعني عيب يعني بصراحة. فمهما انت عملت ومهما انت سويت ومهما من بيرفورمنسز انت حطيت، بصراحة يعني انا شايف من وجهة نظر ملوش اي لازمة. ليه تلعب؟ او انا من بيج فان جدا لفيلم جلاديتر، ومن اكتر الافلام شفتها في حياتي، ممكن شفته مثلا بتاع 70 مرة مثلا، ومهما يجي قدامي مثلا على التلفزيون وعايز اتفرج مثلا على منصه بتاع فاشغله عادي، ما كاني بتفرج عليه لاول مره. فليه تعمل فيلم زي ده؟ انا ما اعرفش لحد النهارده، انا ما اعرفش. والكاست بصراحه يعني خلينا واحده واحده نتكلم. طبعا المخرج ريدلي سكوت اللي معانا لجلاديتر الجزء الثاني، وهو نفس المخرج بتاع الجزء الاولاني ريدلي سكوت. معانا في الكاست في جلاديتر 2 عندنا بيدرو باسكال، وعندنا دانزل واشنطن، وكوني نيلسون اللي كانت موجوده في الجزء الاولاني اللي هي كانت لوتشيلا او لوسيلا، وعندنا جوزيف كوين اللي هو امبرور جيتا، وعندنا بول ماسكال على فكره ممثل شاطر جدا باي ذا واي، وهو اللي عامل دور لوشيوس اللي هو كان في الجزء الاولاني اللي هو الولد الصغير اللي كان قاعد مع خواكين فينيكس فوق بيتفرج على راسل كرو وهو بيصارع والكلام ده كله. فيعني اتس سيكول من الاخر، يعني اتس سيكول. انا تريلر الجزء الاولاني بصراحه، يعني التريلر الاولاني بتاع الفيلم ده ما جاش معايا سكه، يعني عشان اكون صريح معاكم ما جاش معايا سكه، وكنتش عايز اعمل اصلا تريلر، فقلت هنزله تريلر 2 فتعال نجرب نشوف يمكن يكونوا عملوا حاجه جديده بتاع، ف يلا ندوس يعني. وطبعا كالعاده ما بشوفش التريلر ولا مره، اشوفه معاكم دلوقتي اول مره. جلاديتر الجزء الثاني يلا بينا وربنا يستر. They usually prisoners of war. Never let it go. The general will do. Rome has taken everything from me. I don't know why you are so greedy for it in this one. I have the trust of the Emperor. It will clear my path to the throne. Lucius, take your father's strength. His name was Maximus. You must help him. Strength and honor! The free Rome for men like them! To restore order, I must have power. Empires fall, so do emperors. The odds are against you. The odds are always against me. Ready to roll! اوكي بصوا، عشان اكون صريح معاكم هو الفيلم شكله هيبقى جامد، يعني الفيلم شكله هيبقى جامد، وشكلهم عاملين شغل كويس قوي في الجزء ده، وبرودكشن ديزاين وبتاع وحركات، وعجبني البرفورمانس بتاع دينزل واشنطن على فكره. بس مش عارف ليه، يعني على قد ما عجبني البرفورمانس بتاع دينزل واشنطن، بس مش عارف ليه حاسس ان اللهجه اللي بيتكلم بيها او الطريقه بتاعت الكلام اللي بيتكلم بيها ما كانتش في الحقبه دي. يعني حاسس ان هو دينزل واشنطن بتاع دلوقتي اخدينه حاطينه في الحقبه بتاعت ايام الرومانز والكلام ده كله. يعني بصوا اكون صريح معاكم، انا حاسس ان هو حلو، بس انا عندي مشكله. يعني انا مش يعني اول ما هخش الفيلم، لو انا دخلت الفيلم ده اتفرجت عليه يعني وعملت له مراجعه وبتاع، يعني انا للاسف طبيعتي لان انا من محبين الفيلم فشخ الجزء الاولاني، انا طبيعي هفضل اقارن ما بين الجزء ده والجزء اللي قبليه، وحتى على الفيلم ده، لو حتى المشكله اللي انا لو خبيت عيني عن الجزء الاولاني وبصيت للفيلم ده على اساس ان هو مثلا اتس ستاند الون موفي، للاسف اتس نوت ا ستاند الون موفي. ما هو ده ذاتس ذا بوينت، ما هو ده بقى اللي يضايق، ان ده المفروض ان هو سيكول. ف
هتضطر انت غصب عنك لو انت بتعشق الجزء الاولاني غصب عنك هتفضل تقارن ما بين ده والاولاني. فانت مهما شفت هنا هتفضل تقول لا طبعا يعني ما انت بتعملوا ايه يا جماعه. فانا ما اعرفش يعني انا على قد من التريلر حسن التريلر ده على فكره احلى من التريلر الاولاني. هو ما اعرفش يعني هل هانز زيمر هو الكومبوزر بتاع الموفي ده لان هانز زيمر كان هو الكومبوزر بتاع الجزء الاولاني. فانا برضو كده عايز ابص برضو معلش عشان ارضي فضولي يعني هل هانز زيمر هو اللي هيرجع يعمل الساوند تراك بتاع الموفي ده ولا لا. لان اول لما الساوند تراك بدا سمعت الساوند تراك بتاع الجزء الاولاني فعشان كده انا كنت عايز اعرف. لا لا ما مش هانز زيمر الكومبوزر بتاع الفيلم ده هاري جيرجنسون ويليامز. انا ما اعرفش صراحه مين الاخ هاري ويليامز ده. فدي برضو من الحاجات اللي انا زعلت لان انا حسيت ان كان ممكن يبقى فيه برضو هانز زيمر فقلت يعني ماشي اي حاجه من ريحه الحبايب يا عم. فريدلي سكوت يا اما هيبقى يا صابت يا خابت يعني هيبقى جامد وهيبقى زي الجزء الاولاني وهيتحط في حته عاليه جدا يا اما الفيلم هيروح في 60 داهيه. فانا من هنا بقول لكم الفيلم ده هينزل في نوفمبر. فانا من هنا بقول لكم انا الله اعلم الفيلم ده هخش السينما ولا لا. فخلينا اكون صريح معاكم وفشخ فلسه هفكر وهقول لان انا الفيلم ده اصلا هيبقى طويل. الفيلم ده انا متاكد مليون في الميه يا هيبقى ساعتين ونص يا ثلاثه زي الجزء الاولاني. فهخش يا اما حب وفشخ يا اما مش هبقى قاعد طايق مش طايق نفسي ومش طايق للناس اللي معايا. فانا عامه من اللي انا شفته في التريلر بعيدا عن المقارنات من الجزء الاولاني يعني لو انا هقيم على اساس ان التريلر بتاعنا ده الاوفيشال تريلر بتاعنا ده فانا هقول نسبه ترقبي للفيلم ده هي 6/10. اتمنى ان الفيلم لو فعلا هتفرج عليه واعمله ريفيو اتمنى ان الفيلم يعلي كمان معايا الاكسبكتيشن لان انا مدي له اكسبكتيشن مش عاليه خالص عشان اكون صريح معاكم. فاتمنى ان الاكسبكتيشن تاخدني وتطلع بيا في السماء. اتمنى ان هي ما تاخدنيش وتنزل بيا يعني اكتر من اقل من 6/10. فانا شايف ان 6/10 كانتيسيبيشن لجلاديتر سيكوال اتس واي مور ذان جود. بس فانا لان القصه مكمله يعني دي اكتر حاجه برضو مضايقاني لان القصه مكمله. عندنا قصه لوتشيوس هيكمل المسيره بتاعت ماكسيمس اللي هو راسل كرو وبتاع. ف بليز دونت اف وورد اب ذا موفي يعني بليز. يعني انا شايف ان 6/10 اتس واي مور ذان انف على فيلم زي ده بصراحه. يعني انا شايف ان 6/10 ده حلو فشخ. فاتمنى بصراحه ان هو ياخدني ويطلع بيا ما ينزلش بيا. وبس ما عنديش حاجه تانية اقولها عن فيلم جلاديتور 2. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله. اشوفكم فيديو تاني قريب. ما تنسوش تعمل سبسكرايب لايك وشير. لو الحلقه عجبتكم ما تنسوش برضه تعمل سبسكرايب للشانل التاني اسمه هوم الون وتيك 2 وهسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. ولو حابين تعملوا فولو لايك على فيسبوك وتيك توك وانستجرام برضه هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. وباي باي.